إذا كانت النفس مطمئنة يعني يكون القلب ماذا؟ مطمئن بمن؟ بآيات الله، فتسمى النفس المطمئنة. وإذا كانت النفس تتعامل مع الشهوة والغضب يعني ميالة، تسمى ماذا؟ نفسا لوامة، أو العفو، تسمى ماذا؟ نفسا أمارة. وإذا تروح إلى العقل ثم ترجع إلى الشهوة تسمى نفسا لوامة. هسه هاي النفس الإنسانية، مرة الإنسان يصل بها إلى مقام أنها شنو؟ يختم عليها بحيث تمنع دخول أي نداء. ختم الله على من؟ على قلوبهم وعلى شنو؟ سمعهم وأبصارهم. وجعل ماذا؟ هم يقولوا ختم الله على قلوبهم وماذا؟ ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وسمعهم، وجعل أحسنتم على أبصارهم. إن شاء الله.